قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحدي في إيجاد الخلق من الله سبحانه وتعالى مختص بذات الأرواح؟ هل إيش؟ هل التحدي في إيجاد الخلق من الله سبحانه وتعالى مختص بذات الأرواح أم غير ذلك؟ لأنه في هذا الزمان يدعون أنهم يقومون بتصنيع بعض المحاصيل الزراعية كالأرز وغيره، وكذلك ما يعرف بالهندسة الوراثية. أرجو تفضلكم بالإجابة. يا أخي، من أين يجيبون المواد هذه إلا من خلق الله سبحانه وتعالى؟ يركبون بعضه مع بعض، فهم ما أوجدوا شيئاً معدوماً، ما أوجدوا رز معدوم، وإنما أخذوا من هذه المخلوقات وهذه الكائنات أشياء وجمعوها وركبوها وتكونت، إن صح هذا، مع أنها محاولات لم تثبت إلى الآن، لكن موادها مأخوذة من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.